باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الان والى الابد امين. توزع على حضراتكم الورق بتاع سفر هوشع، هو اللي هنعرضه على الشاشه، هو اللي مطبوع في الورق، بس احنا يعني حبينا بس يبقى في قصادنا وفي البيوت معانا حاجه مكتوبه تفيدنا وتبقى دليل يعني. لكن اللي مش هيبقى يشوف الشاشة كويس ممكن يطلع الورقة، بس في الوقت نفسه النور مش هيساعده قوي يعني. لكن نحاولوا تتابعوا معنا ونشرح بس السفر هوشع النبي زي ما احنا متعودين. في بداية اي سفر احنا بناخد مقدمة لهذا السفر يعني، فهندرس بنعمة ربنا سفر هوشع النبي. أرجو أن يكون الشغل على الشاشة نازل. سفر هوشع النبي، مقدمة في سفر هوشع بنعمة ربنا ندرسه. احنا فرحانين خالص ان ربنا مقوينا وكملنا مجموعة مش بطالة في العدد يعني، مش حكم على الأسفار، لكن مجموعة مش بطالة من الأسفار بتاعت العهد القديم. سفر هوشع النبي من أسفار الأنبياء الصغار، والأنبياء الصغار دول تسمية جات مش علشان قلة شأن هؤلاء الأنبياء فسميناهم الصغار، لا، احنا قلنا الكلام ده واحنا بندرس الأنبياء الكبار إشعيا وأرميا وحزقيال ودانيال، وقلنا انه السبب هو صغر حجم النبوات بتاعتهم، او يعني المحلية بتاعة النبوات بتاعتهم يعني. اليهود اهتموا بهذا السفر بهذه الاسفار وحطوها في مجلد واحد وسموها الانبياء الصغار، لانها بتغطي فترة صعبة في حياة شعب اسرائيل، الفترة اللي هي انحدر فيها قوي الملوك والشعب للعبادات الوثنية، فربنا بكتهم ب 12 نبي اللي هم انبياء صغار من هوشع لغاية ملاخي. سفر هوشع بيبتدي من بعد سفر دانيال على طول، وسفر ملاخي بيختم العهد القديم. اما هوشع او الانبياء بتوع اسرائيل دول فاختصوا بالفترة الصعبة اللي انتهت، سواء بسبي اسرائيل في زمن او في حياة المملكة الشمالية اسرائيل، او بسبي بابل في زمن المملكة الجنوبية يهوذا. الاسم هوشع كلمة عبرية معناها يهوى يخلص، ومنها جت كلمة يشوع وجت كلمة يسوع بعد كده. وهوشع لو تفتكروا واحنا بندرس سفر يشوع ابن نون شفنا انه معناها هي نفسها يهوشع، وهي معناها هوشعنا اللي هي هنسمعها بعد كده يوم الحد اللي جاي بنعمة ربنا. اما النبي هوشع فهو من انبياء ما قبل السبي الاشوري، وده الوحيد على فكرة من انبياء المملكة الشمالية اللي له نبوات مكتوبة. يعني بنسمع عن مثلا ايليا تنبأ في زمن اخاب مملكة الشمالية، ما ملوش نبوة مكتوبة يعني، ايليا ملوش نبوات مكتوبة، زي ملوش سفر زي هوشع النبي وسايب لنا هذا السفر. هوشع عاصر سبي اسرائيل وسقوط السامرة سنة 722 قبل الميلاد، وفي الوقت نفسه عاصر اشعياء النبي وميخا النبي في يهوذا. طبعا انتوا فاكرين التقسيم التاريخي للمملكتين، قلنا المملكة الجنوبية مملكة يهوذا وعاصمتها اورشليم، المملكة الشمالية مملكة اسرائيل وعاصمتها السامرة، والانقسام ده حصل في زمن رحب عام ابن سليمان الحكيم او ابن سليمان الملك. هوشع عاصر إشعيا وميخا في يهوذا، وهنلاحظ ده دلوقتي واحنا بنجيب سيرة الملوك اللي عاصرهم هوشع النبي. وعاصر عاموس في إسرائيل برضه، عاصر عاموس النبي في إسرائيل، وغالبا بيرى الدارسون
انه بعد ما سقطت اسرائيل في يد اشور ذهب هوشع الى المملكة الجنوبية وهناك اكمل نبوته. وبيقولوا كمان انه هوشع اتكلم على يهوذا كمان زي ما هنشوف دلوقتي. موطن النبي هوشع لانه جاب سيرة افرايم حوالي 36 مرة في السفر واتكلم عن سبط افرايم. صحيح الشراح قالوا انه يكني بيها على مملكة اسرائيل كلها على اعتبار انه افرايم اكبر اصوات المملكة الشمالية، لكن ده برضو بيدينا انطباع او معرفة انه هوشع كان من مواطني جبل افرايم. ده الموطن بتاع هوشع. ملوك يهوذا في زمان النبوة هو عاصر الاربع ملوك اللي عاصرهم اشعياء النبي، عزية ويوثام واحاز وحزقية، نفس الملوك اللي عاصرهم اشعياء النبي، والاثنين تنبأوا في نفس الفترة. اما ملوك اسرائيل في زمن النبوة، خد بالك ملوك يهوذا اللي هم الاربعة اللي فوق دول، دول بتوع يهوذا، الملوك بتوع مملكة يهوذا المملكة الجنوبية اللي ابتدت بالرحبعان وهتنتهي بصدقية الملك في السابي البابلي. اما ملوك اسرائيل فهي ابتدت بيربعان وانتهت بهوشع ابن أيلة زي ما هنشوف دلوقتي. هوشع النبي عاصر ستة من ملوك اسرائيل زي ما هنشوف، لكنه لم يذكر في السفر بتاعه اسماء هؤلاء الملوك مع انه نبي لاسرائيل، ومع هذا لم يذكر في السفر بتاعه اسم واحد من الانبياء بتوع الملوك بتوع مملكة اسرائيل، وكأنه بيعترف انه الملك الحقيقي للشعب هو ايه؟ الملك على يهوذا، وملوك يهوذا هم الملوك اللي بحسب قلب ربنا. طبعا دي ما هياش مطلقة، لان احنا عارفين ان جم ملوك في يهوذا وكانوا برضو مش صالحين، لكن احنا بنقول انه بينما ان كل ملوك اسرائيل كانوا فاسدين الا انه في مملكة يهوذا كان في بعض الملوك الصالحين، يعني كان فيهم ريحة حلوة على اعتبار انه المملكة الجنوبية دي كان معاها سبط يهوذا، وسبط يهوذا ده السبط اللي حفظه ربنا علشان يأتي منه المسيح له كل المجد. العرش الملكي فضل فاضي حوالي 11 سنة، عشان كده قال لهم هوشع الان يقولون لا ملك لنا لاننا لا نخاف الرب. يعني كانهم بيقولوا ربنا سابنا من غير ملوك، يعني سابنا بحريتنا، احنا ما حدش يقدر علينا، ما حدش يقدر يحكمنا. اما ملوك اسرائيل في زمان النبوة فهو بدأ نبوته في ايام يربعام الثاني ابن يؤاش ملك اسرائيل. بعد ما مات يربعام الثاني جه زكريا ابنه وملك لمدة 6 شهور. بعد كده قتله شالوم ابن يابيش وملك شهرا واحدا. وبعد شالوم قام مناحيم ابن جادي وموت شالوم وامتلك 10 سنوات ومات. بعد كده جه ابنه فقحية ابن مناحيم وملك لمدة 2 سنين، وهذا قام عليه فقح ابن رماليا وقتله وبقى ملك. وبعدين جه هوشع ابن أيلة فقتل فقح ابن رمانيا وملك. فشوفوا بقى كان ملك في هذا الكلام: يربعام الثاني، زكريا ابن يربعام، شلوم ابن يبيش، مناحيم ابن جادي، فقحية، فقح ابن رمانيا، والثامن مين؟ هوشع ابن أيلة. هوشع ابن أيلة ده أخضعه شلمن أشر ملك أشور ووضعه تحت الجزية. ده آخر ملوك إسرائيل، شلمن أشر ملك أشور وضعه تحت الجزية. عمل إيه؟
استغاث بفرعون مصر وكان اسمه سوا، فرعون مصر كان اسمه سوا، قال له تعالى انجدني. لو تفتكروا بقى واحنا بندرس الملوك الثاني قلنا هذا الكلام، قال له تعالى انجدني حررني من الجزية. شلمن أثر اعتبر هذه خيانة ونزل على هوشع ابن أيلة وقبض عليه وحاصر السامرة لمدة 3 سنين إلى أن سقطت السامرة في سنة 722 وتم سبي إسرائيل وانتهت مملكة إسرائيل، ودي كانت السنة 5 لحزقية ملك يهوذا. يبقى مسلسل يعني مرير مرت به هذه المملكة، السر كان في الفساد وعبادة الأوثان اللي وقعت فيها هذه المملكة. لو بصينا نظرة تاريخية لظروف السفر، بيقولوا المدة اللي تنبأ فيها الملك حوالي 70 سنة، في بعض المراجع تلاقيها مختلفة، لكن مش اللي بيهمنا قوي واحنا بنشرح الكتاب المقدس، يعني احنا ما احناش يعني مؤرخين يعني، لكنهم بيقدروا المدة اللي تنبأ فيها حوالي 70 سنة. تنبأ بخراب اسرائيل زي ما قلنا، وكرر التحذير ليهوذا لانه كمل نبواته في يهوذا بعدما تم سبي اسرائيل، وكان السر الانحلال الخلقي والديني وعبادة الاوثان والزنا اللي هو الانحرافات الاخلاقية وفي الوقت نفسه الزنا المصاحب للعبادات الوثنية زي ما احنا عارفين. ملوك اسرائيل في هذا السفر بيوضح لينا ان هم يعني تفننوا او ادمنوا التحالف مع مصر ضد اشور، ودي حاجة بتغيظ ربنا، لان التحالف مع مصر كان بيمثل في الوقت ده الاتكال على ذراع بشري، واخدين بالكم؟ فاعتبر هوشع هذا الكلام خطية كبيرة. الحل مش انكم تتحالفوا مع مصر، الحل انكم تتوبوا، لانه في التحالف مع قوة عالمية هروب من ربنا، بينما لو قدموا توبة ربنا حيديهم معونة وحيديهم سند. لكن طبعا عشان الخطية اللي سادت عليهم وعشان عدم التوبة فلم يفعلوا هذا. عشان كده أحبائي شراح الكتاب المقدس في هذا السفر بيقولوا لنا ان هذا السفر بيكشف ماذا تفعل الخطية في الإنسان، وفي الوقت نفسه بيعظم الحاجة إلى التوبة، بيعظم الحاجة إلى التوبة، خاصة الإصحاح الأخير بتاعه زي ما هنشوف في الدراسة التفصيلية بنعمة ربنا. وربنا مهد لهذه النهاية أو هذه الخراب. ليه؟ لأنه سبق سقوط إسرائيل بصفة نهائية سبق أعمال تمهيدية ربنا عملها، يعني غزوات من الأشوريين ومناوشات منهم على إسرائيل، وربنا كان إدى كده لمحات وخبطات علشان يفوقهم بيها. يعني في عاموس مثلا نلاقي زلزال عظيمة جت، وفي يوئيل نسمع عن ضربات الجراد وغارات الجراد زي ما هنروح ونبقى نشوف، ونشوف برضو المضايقات ومن فرض الجزية وخلافه، كل دي حاجات كان ربنا عايز يقول لهم ارجعوا وتوبوا، ارجعوا وتوبوا، يعني شوفوا الاعداء بيعملوا معاكم ايه، الخطية بتخسركم، ومع هذا لم يتوبوا الى ان جاءت الضربة الكبرى وانتهت المملكة. محتاجين نعرف تاريخ الوثنية في هذه المملكة. لما انقسمت المملكة في زمن سليمان، وطبعا السر كان خطية سليمان نفسها وارتباطه بالوثنيات ونساء وأملنا قلبه بالذات اللي صاهر فرعون مصر كده، فبعد ما انقسمت المملكة رحبعام ابن سليمان برضه هو كمان لم يسر في عدل وانشقت المملكة، و
كانت حرب بينه وبين ياروبعام او خلاف بينه وبين ياروبعام، لان ياروبعام اساسا كان مختلف مع سليمان وسليمان طرده بره. فرجع ياروبعام الاول او ياروبعام ابن نباط ودوت شق المملكة بعد الثورة والانقلاب على رحبعام ابن سليمان. علشان الناس بتوع المملكة الشمالية العشرة اسباط ما يروحوش الى مملكة يهوذا حيث الهيكل الذي بناه سليمان، فعمل لهم ايه؟ بنى لهم هناك هيكلين واقام فيهم عجول وقال لهم خلاص، عجول يعني تماثيل، قال لهم خلاص ده يهوى بتاعنا، فاللي عايز يعبد يهوى يجي هنا ما يروحش هناك، وهنحتفظ ليكم بنفس الاعياد ونفس النظام ونفس العبادة اللي بتقدموها ليهوى. اللي فرق ايه بس؟ انك بدل ما بتروح لهيكل اورشليم هناك تعمل الكلام ده كله فين؟ هنا. وكان هذا بداية الوثنية، كانت دي بداية الوثنية. ليه؟ عرفوا عبادة البعل والآلهة الوثنية، وكلنا عارفين انه دابان بصفة بقى يعني واضحة قوي ومفضوحة قوي في زمن مين من الملوك؟ ايام ايليا، زمن اخاب الملك، لانه تزوج ايزابل، وايزابل دي كانت ابنة اسبعل، وده كان رئيس كهنة الصيدونيين، يعني جاب واحدة تعتبر بقى ايه يعني ملكة للفساد. فزادت الشرور جدا، وبسبب هذا طبعا البركة غابت عن المملكة الشمالية، وحكمت بقى اسرائيل اسرات عديدة، وانتهت المملكة كما رأينا. اما كرسي داود فقد استمر ثابتا يحكم يهوذا حتى سقطت يهوذا هي ايضا في سبي بابل. ده تاريخ الوثنية في اسرائيل. موضوع النبوة وظروف العصر الذي عاش فيه النبي وتنبأ، زي ما قلت وسامحوني على التكرار شوية في الجمل لاني محضر الموضوع ده من اكثر من مرجع، فكل ما كنت بلاقي حاجة مش موجودة هنا فكنت بجيبها حتى لو بعبارات اخرى للفايدة. يعني السفر بيشخص حالة الانحلال الخلقي والديني اللي جات بعد حكم ياروبعام الثاني، مش ياروبعام ابن نباط، ياروبعام ابن نباط ده الاولاني اول ملوك مملكة اسرائيل، لكن ياروبعام الثاني هو ياروبعام ابن يؤاش، ده الملك السابع قبل انتهاء المملكة. بنلاحظ في وسط نبوات هوشع حوادث بقى فوضى وجرائم قتل وعبادات اوثان وزنا وكبرياء، كل ده هنشوفه بالتفصيل في الايه في الاصحاحات يعني، وركود روحي فظيع وقعت فيه الايه الناس كلها. يعني مثلا في هوشع 13:6 نلاحظ عبارة نسوا الرب، ونلاحظ انه بسبب هذا الانحدار السفر تكلم عن اسرائيل انها ارض، فقال كده الارض قد زنت. طبعا الارض قد زنت دي استعارة فظيعة، يعني معناها انه بسبب فساد البشر الارض نفسها صارت نجسة وصارت زانية. وقال لان معرفة الله ليست في الارض، وقال تنوح الارض، الارض بتئن وتنوح بسبب شر الساكنين عليها. فهنا اسرائيل صارت ارضا وترابا بسبب الفساد اللي موجود فيها. واكتر من مرة نلاحظ انه بيركز على انه معرفة الرب مش موجودة فيها، مع ان ربنا يقول عنه الكتاب كده في هوشع 22 انه خطبها لنفسه بالامانة لتعرف الرب، ومع هذا لم تعرف الرب. عشان كده والروح القدس بيكشف لهوشع المصير الرهيب اللي هتتعرض له المملكة، كتب هوشع هذا الكلام بكلمات شديدة الوطأة ومختصرة عشان تبقى رسائل ايه سريعة، ما يقعدش يطول في الكلام زي إشعيا ما كتب لنا 66 إصحاح، لا ده ادى 14 إصحاح
ولكن العبارات فيها مركزة جدا وبتوضح القصد الإلهي من كل هذا الكلام. احنا محتاجين ناخد بعض الروحيات في السفر عشان يعني زي ما احنا متعودين احنا مش بنفسر تفسير رمزي صحيح، لكن بناخد برضو دروس روحية من السفر. اول حاجة ناخد بالنا منها وهنلاحظها انه كأن الله عايز يقول رسالة واضحة للنفوس كلها وللبشرية كلها من الكلام في هذا السفر. الرسالة دي بتقول انا بحبكم وعايزكم تدخلوا معايا في علاقة. عشان كده بنلاحظ انه في السفر عبارات عاطفية بيقولها ربنا بشكل مؤثر جدا. يعني انا شخصيا لما يكون عندي حد من ولادي في الاعتراف يعني مشاكله او خطاياه او ضعفاته بتشوية بتروح ناحية العاطفة والانحرافات وعايز يوجه عاطفه لربنا، قال له اقرا سفر هوشع. يلي انت بتدور على الحب اقرا سفر هوشع، يلي انت بتنحرف في الحب اقرا سفر هوشع، شوف ربنا عايز ازاي يحبك، شوف ربنا عايز ازاي ياخد قلبك، فاقرا كده وتعلم الحب كيف يكون. عبارات خطيرة ومؤثرة في هذا الامر. شبه اسرائيل بانها زوجة وزوجة زانية، تخيلوا، ومع هذا اوصى هوشع ان يرتبط بهذه الزوجة الزانية، وكأنه بيقول يا هوشع خدها يا حبيبي، وانا عارف ده يبقى صعب على نفسيتك بس ارتبط بيها. وفعلا هوشع راح وجاب واحدة اسمها جومر، جابها من بيت الزواني وتزوجها وانجب منها، علشان ربنا يقول للنفس برغم شرك وبرغم فسادك انا مش بستنكف منك وباخدك في حضني وعايزك تبقي معايا عروستي. ربنا يقول كده للبشرية ولنفسنا عشان في حب ربنا بيقدمه، بيقول لها انت عروستي الوحيدة حتى لو خنتي. اي ستر بيقدمه ربنا على الانسان. عشان كده لما هتبتدي هذه العروس، لو هتكلم بقى على الاسرائيل في السفر فهسميها العروس، صحيح خائنة لكنها في الاخر عروس بشرية، فلما هتبتدي تحس بنفسها وتعتزل فسماها حمار وحشي معتزل بنفسه. صعدوا الى اشور مثل حمار وحشي معتزل بنفسه، هوشع 8:9. ليه؟ لانهم مالوا الى العزلة والانانية والبعد عن ربنا. دي حاجات ناخد بالنا منها. هذه العروس اصيبت بمرض، فقال كده ورأى افرايم مرضه ويهوذا جرحه، فمضى افرايم الى اشور وارسل الى ملك عدو، ولكنه لا يستطيع ان يشفيكم ولا ان يزيل منكم الجرح. مضى افرايم الى اشور، ده هنشرحها بعد كده، انه في وقت من الاوقات لما تدخل في الامر ارام، لما ناخد بالنا، فراح ملك اسرائيل استعان بملك اشور ضد ايه؟ ضد ارام، وفي الاخر هو عدو. ودي كانت مقدمات السبي الاشوري، ان ملك اسرائيل استعان بملك اشور ضد ارام وضد ملك يهوذا. تفصيلات في التاريخ درسناها ايام الملوك التاني. العريس بيتقدم كطبيب حقيقي، بيقول لها انا اشفي ارتدادهم، احبهم فضلا لان غضبي قد ارتد عنه. 14:4 انا اشفي ارتداد. المرض هنا هو الايه؟ الارتداد. المرض هنا هو التردي الى العبادات الوثنية. بس وهو بيقول لها هذا الكلام، هو يعني اضطر انه يكون جراح، اضطر انه يكون حد عشان يوضح خطورة المرض، فاتعامل معاها كجراح حتى وان كان بيؤلم قليلا، الا انه في النهاية هذا الألم هدفه الشفاء وهدفه التعزية. إذن هدف النبوة أحبائي كشف النقاب عن الخطية
واعلان دينونة الله على الشعب رفض الاصلاح، وبيان ان الخراب نتيجة طبيعية للخطيئة. هوشع انبأ بكل هذا الكلام بمدة طويلة قبليه، وعاش لغاية لما حصل، حتى ولاده اللي يعني خلفهم كل واحد منهم بيحمل رسالة. يعني سمى الاولانية يزرعيل، الاولاني اسف، سماه يزرعيل ومعناها اعاقب على دم يزرعيل. فاكرين نابوت اليزرعيلي؟ يعني كأن اللي عمله اخاب مش منسي، الطمع بقى والجشع والانانية والاحتقار كده. وسمى التانية لورحانة ومعناها لا اعود ارحم. وسمى التالت لوعمي معناها لستم شعبي. يعني كأن بيقول لهم بصوا النبي خلف ثلاثة، اعاقب ولا ارحم وانتم مش شعبي، لعل الناس تفهم ولعنهم يعرفوا ان ربنا بيقول رسالة ومع هذا لم يفهم. السفر بيكشف سبعة امراض مهمين قوي في العروس، سبع امراض. المرض الاولاني عدم المعرفة، قالها كده صراحة في 4-6، قد هلك شعبي من عدم المعرفة. الخطية افسدت الاذهان، افسدت الاذهان، اذهان الشعب، اذهان الملوك، اذهان الرعاة، فبقى الكل عامل زي العميان. عشان كده لما لقاهم ممكن يكونوا بيكتفوا بشكليات للعبادة، قال لهم في 6-6 اريد رحمة لا ذبيحة، معرفة الله اكثر من محرقات. انا مش عايز محرقات، انا عايز رحمة، انا عايز معرفة، انا عايز معرفة. مرض الاولاني عدم المعرفة. المرض الثاني ارتباط العروس بالارض، ارتباط العروس بالارض. زي ما قلت في الاول سماها هي نفسها ارض، لانها لما ارتبطت باخر وهو البعل، لما ارتبطت باخر انحدرت، انحدرت حتى بقت هي نفسها في نظر نفسها ارض. انسان لما ينزل عينه عن ربنا العريش السماوي بيبقى على طول مرتبط بالارض ومرتبط بالتراب. عشان كده يقول شال اسرائيل وحط كلمة الارض، حط كلمة الارض مش علشان يبقى جغرافيا يعني بيقول انها البلد، لا، ده هو عايز يقول انه هذه النفوس انحدرت الى ان صارت ارضا وترابا، نوع من انواع الانحدار. فقال الارض قد زنت تاركة الرب، ودعاها ليشفيها وقال انا اشفي ارتدادهم. المرض الثالث فقدان الشبع، فقدان الشبع. وفقدان الشبع ده نتيجة وسبب لأمراض جديدة. يعني لما ما يعرفوش ربنا ولما ينحدروا يحصل ايه؟ يحصل انه خلاص يعتادوا الفساد. ولما الانسان بيعتاد الفساد والخطية، الخطية بتفقد لذتها عند الانسان، بتفقد لذتها، فخلاص الخطية لا تعود تشبع الانسان مرة اخرى. فيقول في 14 يأكلون ولا يشبعون، يزنون ولا يكسرون، لانهم قد تركوا عبادة الرب. كانوا بيوهموا نفسهم، هما بيعيشوا العلاقات الجسدية عشان يخلفوا، لا 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 لا، ده مش ابدا، ده مش كده، ده ما بيزيدوش ما بيكسروش، ده مجرد فساد وشهوات ونجاسة. يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة، 8-7. شوف واحد يزرع ريح ويحصد ايه؟ زوبعة. طبعا ما انت ما زرعتش حاجة. يقول اصلهم قد جف لا يصنعون ثمرا، الاصل يعني الجدر، فالجدر لما يجف يعني يموت، مش هيمص عصارة، وبالتالي الزرعة هتموت. وبعدين يقول يطلع الشوك والحسك على مذابحهم، مذابح الاوثان اللي كتروها
يقول على كثرة أصنام كثر المذابح. مذابح الأصنام اللي كثروها بدل ما يترجوا منها يعني خير يطلع شوك وحشك. وعوض اللذة يذوقون المر، يقول بنيت القضاء عليهم كالعلقم. ولكن طبعا كل ده حطوه في جنب، وفي الجنب التاني شوفوا العريس السماوي عايز يقدم ايه. عذراء النشيد تقول ثمرته حلوة لحلقي، وداود يقول كلماتك حلوة أفضل من العسل والشهد في فمي، والجمع يقول نوره حلو. حتى ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد يقول لنا أن نيري هين وحملي خفيف. يبقى ده المرض الثالث، الأولاني فقدان المعرفة، الثاني التشبه بالأرض، مش كده، الثالث فقدان الشبع، الرابع عدم التمييز. مفيش حكمة، مفيش نور، طبعا مفيش نور. اللي حصل ده كله الجهل والتغني والجوع الى تعزيات سماوية حولها الى حالة من الضياع والتشتيت. فقال عنها هوشع بقت كبقرة جامحة، كحمامة رعناء، بقرة جامحة. بقرة المفروض انها وديع، ولكنها بقت بقرة جامحة، يعني ملهاش مقود، محدش قادر يضبطها. كحمامة رعناء، الحمامة الرعناء حمامة تايهة ما تعرفش فين مكانها، رعناء ماشية مهزوزة مرعوشة. وعن رؤساء يهوذا قال عاملين زي ناقلي التخوم، يعني ايه؟ يعني اللي عمالين مش عارفين حدود الامتلاكات، هنا كل شوية ينقلوا الحدود. ليه؟ لان هما مشوشرين ومشوشين، فقدوا التمييز بين عبادة الله وعبادة البعل، بين الخير والشر، التمييز بين الطاهر والنجس، المقدس والمحلل، الى اخر هذا الكلام. خامسا اللامبالاة. اللامبالاة طبعا ضعف يقود الى ضعف، وكل خطية بترميهم في احضان خطية اخرى، ومحدش بيسمع لصوت ربنا. يعني يقول كده يسمع صوت الله الذي يدعوه ولا يستجيب، يعني ربنا واقف بيخبط على القلب وهو ما بيستجبش. نمرة ستة الكبرياء. الكبرياء طبعا، وبسبب هذا الكبرياء يقول قد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه. يعني ربنا فضح إسرائيل، فضح الملوك في وجوههم. يقول رأى أفرايم مرضهم ويهوذا جرحهم، فمضى أفرايم إلى أشور وأرسل إلى ملك عدو، ولكنه لا يستطيع أن يشفيك ولا أن يزيل منك الجرح. هم أقاموا ملوكا وليس مني، أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف. يعني في انفصال عن ربنا واتكال كامل على أفكارهم، وده في حد ذاته الكبرياء. سابعا الجحود. الجحود، ربنا يقول انقلب علي قلبي، اتضرمت مراحمي جميعا. أما هي العروس فتقابل كل هذه الغيرة عليها بجحود وجفاء، وجفاف شديد. يقول كده إن صرخوا في الضيق، يقول لا يصرخون إلي بقلوبهم، حينما يولولون على مضاجعهم يتجمعون لأجل القمح والخمر ويرتدون علي. يعني بدل ما ييجوا ليا بييجوا علي. فاكرين لما درسنا في مؤتمر شددوا الأيادي المسترخية، والنبزة عملناها في السهرة اللي فاتت وزعناها كده، هلاكك يا إسرائيل أنك علي على عونك، كانت من سفر هوشع. فبدل ما في الضيقة يجوا على ربنا ويصرخوا لربنا عشان ينقذهم من الضيقات، بقى يقفوا قصاده صحيح بس يهنوه ويشتموا عليه ويجدفوا عليه ويقولوا مش عايزين منك غير القمح والخمر، اما انت مش عايزينك، يعني انت تيجي بس خدام عندنا تحللنا المشكلة، انما مش عايزين منك غير كده، انت لأ.
حد ينفع كده يقابل مراحم ربنا اللي ترمت يعني احترق قلب ربنا بالحب؟ تخيلوا وهم يقولوا لا احنا مش عايزين منك غير كده. ده السبع امراض نراجعهم مع بعض تاني. معلش انا حابب اول حاجة نرجع لتو سلايدز قبل كده. عدم المعرفة ارتباطها بالارض، فقدانها الشبع، عدم التمييز، اللامبالاة، الكبرياء، واخيرا الجحود. من الانبياء اللي تأثروا جدا بنبوات هوشع؟ ارميا وحزقيال. ارميا وحزقيال، لان احنا عارفين انه ارميا وحزقيال جم بعد اشعيا، مش كده؟ جم بعد اشعياء النبي بحسب التاريخ، وهوشع تنبأ في زمن اشعياء النبي، يبقى هم وصلهم ايه؟ افكار من اشعيا من ناحية ومن هوشع من ناحية تانية. شوفوا بقى ازاي الروح القدس بيرشد فعلا كتاب الوحي الالهي. الاثنين دول تأثر. مثلا هناخد نماذج او عينات من الايه، من الحاجات المشتركة بينهم. يعني الخطية بتحطم الوحدة اللي بين ربنا والناس. فيقول مثلا ابطل من مدن يهوذا ومن شوارع اورشليم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، لان الارض تصير خرابا. ده ارميا قال كده في ارميا 7:34 وارميا 16 وارميا 25. حزقيال خد نفس العبارة وقال ابطل قول اغانيك وصوت اعوادك لن يسمع بعد فيك. هوشع بقى كان قال ايه؟ وابطل كل افراحها اعيادها ورؤساء شهورها، يعني اللي هي الهلال، وثبوتها وجميع مواسمها يبطلها. وبعدين يقول ولكن ها انا ذا اتملقها واذهب بها الى البرية والارطفها واخطبك لنفسي الى الابد. يعني نفس العبارات ها كان قالها اشعياء، كان قالها هوشع، بيجيبها ارميا وحزقيال. ربنا في سفر حزقيال بيقول اخذتي امتعة زينتك. دي انحراف العروس. حزقيال 16 ده اصحاح العروس، اما قعد يقول لها من الاية الاولى للاية 15 يقول لها عملت معاكي كذا وكذا وكذا وكذا، ده الجزء اللي فيه مررت بك ورأيتك مدوسة بدمك. وبعدين يقول لها مررت بك واذا زمنك زمن الحب فبسطت ذيلي عليك وسترتك وجملت جدا جدا وصلحت لمملكة. يقول كده ولكن العروس اتكلت على زناها وعملت الغلط. فيقول بقى في حزقيال 16:17 اخذت امتعة زينتك اللي انا جملتك بيها، اخذت امتعة زينتك من ذهبي ومن فضتي التي اعطيتك وصنعت لنفسك صور ذكور وزنيت بها، واخذت السميز والزيت والعسل الذي اطعمتك ووضعتها امامهم رائحة سرور. يعني خدت كل اللي انا اديتهولك ورحت مقدمها للاوثان. طيب نفس الكلمات دي ربنا عاتب بيها في سفر هوشع وقال هي لم تعرف اني انا اعطيتها القمح والمستار والزيت، كسرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل. شوفوا بقى اداها ربنا قمح ومستار يعني خمر وفير وزيت، وكسر لها الفضة والذهب، كل دي غنى روحي ناخد بالنا منه. طب عملوا ايه؟ يقول اخذوه جعلوه لبعل، قدموه لايه؟ لبعل. بدل ما المواهب اللي بيديها لنا ربنا نخدمه بيها ونعبده بيها، بناخد كل هذا ونقدمه للعالم ونقدمه للشهوات ونقدمه للآلهة الوثنية. هتعمل ايه يا رب؟ يقول ارجع واخذ قمحي في حينه ومستاري في وقته
وأنزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها. خلاص أنا هعريها مادام هي بتبدد مواهبي أو فضائلي أنا أعريها. في حزقيال يتكلم عن الريح الشرقية التي يبست ثمرة الأرض أي أفسدت إسرائيل في حزقيال 19-12، بس عشان ما طولش عليكم قرايات الشواهد. نفس هذه الريح اتكلم عنها هوشع وقال وإن كان أفرايم بن قوسين يعني وإن كان أفرايم مثمرا بين إخوته تأتي ريح شرقية ريح الرب طالعة من القفر فتجف عينه ويبس ينبوعه وهي تنهب كنز كل متاع شهي. الريح دي تضيع كل حاجة. وطبعا هنا الريح الشرقية قصد بيها أشور العدو اللي هينزل عليهم من الشمال الشرقي ويسبيه. حزقيال أيضا أخذ من هوشع تشبهة العروس بالأرض ويقول كده حزقيال الآن غرست في القفر في أرض يابسة عطشانة. هوشع قال أجعلها كقفر وأسيرها كأرض يابسة وأميتها بالعطش. 2-3 أرميا تكلم عن الخلاص المقدم لإسرائيل خلال داود الملك أو خلال ابن داود المسيا المخلص في أرميا 30. حزقيال أكد هذا الكلام وقال أقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود هو يرعاها وهو يكون لها راعيا. خد بالك أرميا وحزقيال وما بيتنبأ كان داود مات، لكن قصد هنا مين بقى داود؟ إشارة إلى المسيا ربنا يسوع المسيح اللي الملاك قال له من العذراء يعطيه الرب الإله كرسي داود أبي. فهنا إشارة لابن داود المخلص أكون لهم إلها وعبدي داود رئيسا في وسطهم أنا الرب تكلمت. هوشع كان سبقهم لكده وقال بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. دي نبوة عن إيه؟ عن عودة اليهود في آخر الزمان. الأدب والبلاغة في السفر، يعني السفر في غالبيته جاء شعرا لأنه عباراته قصيرة مرتبة فجت إيه يعني حتة منه كده شعر. على سبيل المثال مثلا لما بيقول مثلا إيه أنا دركت أفرايم ولم يعرفوا أن الرب كذا كذا كذا، كنت لهم كمن يرفع النير عن أعناقهم مددت إليه يدي لأطعمه وكذا. شعبي جانحون إلى الارتداد عني، هلاكك يا إسرائيل أنك علي على عونك، وهنا يعرفوا أني أنا الرب. يعني خذوا لكم كلاما وارجعوا، قولوا حسنا واقبل عجول شفاهنا. السفر جه في مجمله عبارة عن شعر وتعبيرات قصيرة ومركزة، ودي في حد ذاتها بلاغة. يعني في واحد لما يكلمك يقول لك موضوع طويل وانت بقى دور على الرسالة اللي عايز يوصلها لك يعني تتوه منه، وفي واحد تاني يقول لك كلمتين في جملة يقول لك الخلاصة هو عايز يوصل لك ايه. فهنا بقى ميزة كتابات هوشع، يعني لما يقول هلاكك يا اسرائيل انك علي على عونك ادانا جملة مفيدة. انت تهلك يا بعيد لانك علي وانا الذي يعينك، لكن يقولها له مختصر على تبقي عين لم ي عين لم ي الاولانية علي التانية على بس خلاص هي خلصت. جملة مركزة ولكنها شديدة التأثير وتلم المفهوم كله. دي بقى دي بلاغة في حد ذاته، دي بلاغة يسموها ما قل ودل، يعني يفهمك على طول الموضوع بعبارات بسيطة ومركزة. دي بلاغة في السفر. السفر بقى مليه بالتشبيهات والاستعارات. طبعا كان صعب ان انا اجيب كل الشواهد واحطها قصادكم كآيات، لكن بنلاقي بيجيب سيرة النار والنور والمطر وسحاب الصبح والندى والعث والسوس والأسد والسبل.
والأسد والنمر والدب والحمار الوحشي وطيور السماء والحمامة الرعناء والنسر والعصفور والريح والزوبعة والسحابة والندى والدخان والمحبوبة للأجرة والماخدة التي تلد والفخ والشبكة والتنور والقوس والرحم المسقط والثديان اليابسان والسوسن وشجرة الزيتون والحنطة والخمر والكرم والسرة والعوسج يعني العبارات او الكلمات اللي كل دي موظفها هوشع جوه السفر عشان توضح رسائل عايز ربنا يقولها لشعبه. كتاب العهد الجديد اخذوا اقتباسات من سفر هوشع النبي، يعني في حوالي 6 أو 7 اقتباسات. يعني بولس الرسول في رومية 9 هو بيتكلم على عودة اليهود، يقول لنا ايه؟ كما يقول في هوشع ايضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة بمحبوبة. دي موجودة في هوشع 2:23: أزرعها لنفسي في الأرض وأرحم له رحمة. له رحمة معناها لا أرحم، لا أنا هعمل إيه؟ هرحمها. وأقول له عمي اللي هي لست شعبي، يقول لها إيه؟ أنت شعبي. وهو يقول إيه؟ أنت إلهي. يعني بيتكلم على عودة اليهود، اللي مش مرحومة هتبقى مرحومة، واللي مش من شعبه هتبقى إيه؟ من شعب. برضو نعرف احنا الشاهد الثاني ده اللي هو من مصر: دعوت ابني، لما قال معلمنا متى ان يوسف النجار بالعائلة المقدسة الملاك قال له كده روح مصر، فيقول كده: كان هناك الى وفاة هيرودس لكي يتم مقيلة من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني. ودي موجودة في هوشع 11:1: لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني. طبعا هنا ابني هو اسرائيل، لان موسى قال لفرعون اسرائيل ابن البكر. فمعلمنا متى راح على طول ركبها على دعوة الملاك ليوسف النجار ان قم وخذ الصبر امه وارجع الى اليهودية، لانه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي. وكأن معلمنا متى يقول ان اسرائيل الحقيقي هو الطفل يسوع اللي هرب الى مصر. في متى 9 لما ربنا دعا لاوي اللي هو متى العشار، الناس تذمروا، فقال لهم مرتين في متى 9 ومتى 12 قال لهم: اريد رحمة لا ذبيحة. ودي موجودة في هوشع 6:6: اريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله اكثر من محرقات. بولس الرسول في كورنثوس الاولى 15:55 يقول: اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ دي من هوشع يقول كده: من يد الهاوية افديهم، من الموت اخلصهم. اين اوباؤك يا موت؟ اوباؤك يعني امراضك، اتعابك، شوكاتك. اين اوباؤك يا موت؟ اين شوكتك يا هاوية؟ تختفي الندامة من عيني. ودي كان عن بقى الزمن الرضا اللي ربنا هيجيبه للبشر لما ربنا ينجينا من ايه؟ من الهوية. في رؤية 6:16: يقولون للجبال وللصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الحمل. في هوشع 10:8 يقول: تخرب شوامخ اون. اون دي مصر، كان فيها شوامخ اشارة للمسلات واشارة للاهرام. تخرب شوامخ اون خطية اسرائيل، يطلع الشوك والحسك على مذابحهم، يعني معناها اتكالهم على الزراعة البشر يضيع، فيطلع الشوك والحسك على مذابحهم ويقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا. نفس العبارة اللي جابها سفر ايه؟ سفر الرؤية. بركة هذا النبي العظيم هوشع تكون معانا. اذكرونا في الصلاة، وياريت اكون يعني اديت فكرة ومقدمة تقربنا لهذا السفر العظيم، سفر هوشع النبي. بركته تكون معانا، وبنعمة ربنا نكمل الدراسة التفصيلية المرة اللي جايه.